نروح لحاجة نادرا ما تحدث وإن لم تكن يعني حدثت من قبل. تخيل كده حضرتك إن أنت ممكن تسجل لحظة موتك، ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي حالا. شباب ماشيين في العربية بتاعتهم على طريق المحور يعني ما بين المهندسين و6 اكتوبر، وماشيين في طريقهم ومشغلين اغاني ومندمجين، وحد بيصور الطريق. احيانا بيكون غيه او هوايه تصوير الطريق وانت ماشي كده ومشغل غنوه او كده حسب الحاله المزاجيه، وماشيين تمام التمام. بعد فتره وبعد ما عدوا اول كوبري بتاع برواش والدنيا تمام التمام والطريق يكاد يكون مش مزدحم، يعني لو الفيديو جاهز نبتدي نعرض يا شباب. وفجاه حادثه زي ما حضرتك شايف كده. احنا ممكن ناخد صوت منه مفيش مشكلة خالص. لا إله إلا الله. بين لحظة وضحاها تنتقل من الحياة إلى الممات. خليك مكمل عشان برضو في ناس دلوقتي هتفتح العربية ولا زال التليفون بيصور لحد دلوقتي. خلي بال حضرتك يعني السواد اللي انت شايفه ده يعني نجوم بسنة صغيرة بعد إذنكم سنة. في ناس دلوقتي هتفتح العربية بعد حدوث الحادث ده، لأن العربية خبطت في ونش من الخلف وحصل اللي حصل وتوفى الشابين اللي كانوا موجودين في العربية. وطبعا يعني بنعزي أهليهم، البقاء لله وحادث مفجع وعلى غفلة، ودائما ما يأتي الموت بغتة. سبحان الله، هكذا هو الموت، لا يأتيكم إلا بغتة، هذا الموت للجميع. عفوا، زي ما حضرتك شايف الناس ماشية مبسوطة في حالها. طبعا هو فتحوا العربية لقوهم متوفيين، طبعا الحادث والصدام كان يعني من الواضح العربيه كانت ماشيه على سرعه عاليه، يعني مش اقل من 100 كيلو مثلا في سرعه العربيه دي. هذه السرعه ادت الى ان الشباب اللي موجود في العربيه ينتقل للامام لدرجه ان هم كان في صعوبه ان هم يطلعوهم من السياره. مره ثانيه بنعزي اهاليهم، ومره ثانيه نوصيكم يعني وان كان هناك اسباب لابد ان ناخذ بها، هو ان احنا نتريث شويه واحنا ماشيين، نتريث شويه عشان حياتنا وحياه الاخرين.